فيا سادة، من هنا من هذا المكان وقبل 17 عاما تحصن 39 ماردا فلسطينيا داخل كنيسة المهد. سلام عليك، سلام على الصقور الأربعة، سلام على السحب الأربعة. يا مهد، يا مهد، يا مهد، فلتقطع أجراسك لحنا على أرواحهم، فلتقطع أجراسك غناء على أرواحهم. هاتوا الزيت والزعتر عطرا منثورا ليكتب أسماءهم. هاتوا عبق البرتقال في بيارات حيفا ويافا وانثروه على أحرف أسمائهم. ولتنحني، ولتنحني شوارع المدينة بهاماتهم، ولتنحني أزقة المخيمات لتاريخهم. رددي، رددي يا بلاطات المهد عهد الشهداء، وليكتب بالدم ميثاقهم. هل تسمعون الوجع في الصوت؟ هل وصلكم أنين بيت لحم؟ هل وصلكم حزنها، بكاؤها عليكم؟ أتراكم تسمعون وتشعرون؟ صيحي، صيحي يا بيت لحم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام على الأنبياء، السلام على الشهداء، السلام عليك يا أخي محمد شحادة، السلام عليك يا أخي أحمد البلبول، السلام عليك يا أخي عماد الكامل، السلام عليك يا عيسى مرزوق، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. هنا أول الكلام وهنا آخر الكلام، هنا يذبح الحمام بالسلام، هنا يقتل الإمام، وهنا فلسطين. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان فراق الأحبة عزيزا علينا ونحتفي بذكراه في كل عام، فإن فراقهم لا يفارق مخيلتي لحظة واحدة. إنني بعد فراقهم لا أجد للحياة طعما ولا معنى. الشهداء وحدهم عرفوا معنى الحياة، ولذا رفضوا الحياة بذل
وجاهدوا وقدموا حياتهم من أجل أن ينعم شعبهم بحياة كريمة. وقد تمثلوا بقول الشاعر: فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. أخي محمد، ها أنت ورفاقك عند الرفيق الأعلى، عند أكرم الأكرمين، حيث لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أما أنتم ونحن يا أخي الذين نموت في كل يوم 100 مرة، أخي محمد، لقد كنتم في أسرتنا الأصغر سنا، ولكنك كنت الأكبر قلبا والأحكم عقلا والأكثر صبرا. كنت لله ومع الله ومن أجل مرضاته، كنت لشعبك ولوطنك ولأمتك، كنت تؤثر غيرك على نفسك. ما عرفت الذل يوما، ولكنك خبطت جناح ذلك أمام والديك من الرحمة، فلم تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكنت خير ابن بار لوالديه، وكنت الحنون وكنت الرؤوف، وكان الناس وما زالوا يحبونك لأنك كنت في نظرهم بطلا، وما كنت تدعي البطولة، كنت هرما شامخا، مع أنك كنت أكثر الناس تواضعا. يا حبيبي يا أخي، رحمك الله يا أخي، رحم الله رفاقك الشهداء، رحم الله شهداء فلسطين والأمة العربية. فرج الله عن الأسرى وشفى الله الجرحى، ولا بد للحق أن ينتصر. عاشت فلسطين حرة عربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليك يا والدي مقدار ما أحببناك، سلام الله عليك يا والدي مقدار ما افتقدناك، سلام الله عليك يا والدي مقدار ما بكيناك. آه لو تعلم يا والدنا كم بكيناك، كبرنا يا غالي وكبرت معنا همومنا، رحلت من حياتنا وبقيت في قلوبنا. إليك أبي أرسل دعائي وأبكي عندما أتذكر أنك رحلت. كنت نعم الأب الحنون الكريم، ذكراك الطاهرة موجودة معنا. والله يا غالي لو كان البكاء سيرجعك لبكيت ظهرا حتى أسترجعك، لكن هذا هو الموت، كأس كلنا نشرب منه يوما، ومن ألمه يصيبنا البأس. رحمك الله يا غالي. نعم للأسف هذا ما أوصلتمونا إليه. نعم لن نسامح كل من لم يحدد موقفه مما يجري. الرحمة على تلك الأجساد التي باعت أرواحها لله. والله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، فأنتم الأكرم منا جميعا. والله إن العين لتدمع والقلب ليحزن، وقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض. وعهد الله ما نرحل، عهد الله ما نرحل، عهد الله الجوع نموت ولا نرحل، عهد الله نموت ولا نرحل. عالرباعية عالرباعية واحنا ما منا عالغلوبية، عالرباعية عالرباعية واحنا ما منا عالغلوبية. الطارق ممدود اللي بدم وجود، الطارق ممدود اللي بدم وجود، يا غصن المالوف شمشل قلية. عالرباعية عالرباعية واحنا ما منا عالغلوبية، عالرباعية عالرباعية واحنا ما منا عالغلوبية.
بنحب فلسطين ايدينا فوق لفوق لفوق. الدنيا تنزع من ايد سلاحي ضل سلاحي ضل سلاحي. أتمنى الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كونوا أحرارا بأنفسكم، هذه المقولة التي كان يرددها أبا الحسين عيسى حيث كان ثائرا حرا نصيرا للفقراء نصيرا للمظلومين في هذه المحافظة، هو وأخوانه الشهداء، حيث أن هذه الذكرى تثير فينا الكثير من المشاعر والكثير من الألم، لأننا في حضرة الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء، وهم في أنفسنا ذكرى عظيمة. عندما نستحضر هذه الذكرى نلمس مدى حب أبناء هذه المحافظة للشهداء، حيث أن الحضور بمعظمه له مآثر وقصص ومواقف شخصية مع كل شهيد من هؤلاء الشهداء العظماء، كيف لا وهم ترعرعوا في حواري وأزقة هذه المدينة يدافعون عن شرفها يدافعون عن مقدساتها يدافعون عن ترابها الغالي، وأمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم وزهرة شبابهم في سبيل أن يدافعوا عن مبادئهم وأن يدافعوا عن تراب وثرى هذا الوطن الغالي. أبا الحسين كان علما من أعلام هذه المحافظة، كان نصيرا للفقراء والعمال والمظلومين، وكان دائما وأبدا يردد مقولة كونوا أحرار بأنفسكم، لأنه كان حرا مقداما لا يخشى في الحق لومة لائم. ونحن نعتبر أنفسنا اليوم مكسورين، لكننا لسنا مذلولين. هذه المقولة التي رددها أحد قادة هذه المحافظة عندما قال كسر الآن ظهرنا بعد أن استشهد محمد إشحادة وعيسى مرزوق وأحمد البلبول وعماد الكامل، هؤلاء الأبطال الذين كانوا أيام مطاردتهم عندما ينامون في مغارة ويفيق أحدهم كان يقيم البطانية عن حاله وغط غيره. يعني هذه كانت من المواقف اللي عاشوا ومزجوا دماءهم بدماء بعض، وكانوا دائما يرددوا يقولوا يا ريت نستشهد معا، ما يظل حدا فينا يعيش ذكرى الألم وذكرى الحسرة، لأنهم عاشوا فترة يعني لا تقل عن 8 سنوات من المطاردة وثمان سنوات من العذاب والألم والتضحية في سبيل عزة وكرامة هذه البلد. وكانوا جرحى وكانوا معتقلين وكانوا أسرى وكانوا محررين أيضا. فلهذا السبب في حضرة ذكرى العمالقة الشهداء العظماء نحني هاماتنا ونحيي الذكرى، ونقول لهم بأن هناك قوافل من الشهداء لحقت بكم، وهذا الوطن سيبقى جريحا متألما إلى أن تتحقق أحلام وأهداف هذا الشعب في الحرية والاستقلال، شاء من شاء وأبى من أبى. ونحن نقول للشهداء ناموا قريري الأعين،
ناموا قرير الأعين وبيت لحم تحتفي بكم اليوم على طريق الشهادة والتحرير. وأريد أن أوجه كلمة شكر للقائمين على هذا الاحتفال، ونوجه كلمة شكر لكل الذين ساهموا وساعدوا وقدموا في سبيل إنجاح هذا الحفل التأبيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال قنبلة موقوتة في وجه الغاصب تفجر أحمد البلبول، ظنوا أنه استشهد، ظنوا أنك مت فعشت، فقاتلت فاستشهد. اسمع من أنت، اسمع جيدا، أنت بيت لحم، كل بيت لحم، أنت الدوحة وعايدة وبتير، أنت بيت فجار وحصان والعبادية، أنت زعتر والخضرة في إرطاس، أنت بيت لحم بجبالها الواقفات الشامخات في وجه الريح. هذه الأرض يا أخوان، هذه الأرض من تقول هذه الكلمات. قد تحسبون انتهينا بعزم الشباب، فلسوف نحرض أهل القبور ونعلنها ثورة في التراب. السلام على أرواحكم وأجسادكم، السلام على أسمائكم ووجوهكم، السلام على دموعكم ودمائكم، السلام على آلامكم وآمالكم، السلام على صبركم وصمودكم، السلام على صيامكم وقيامكم، السلام على خاتمتكم الشريفة، السلام عليكم وعلى عاقبتكم الحسنة. حشرنا الله معكم ورزقنا شفاعتكم وشفاعة أسيادكم محمد وآله وصحبه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. فالشهيد ليس مجرد مقاوم قتل في ساحة معركة، فالشهيد له مكرمته عند الله. فالشهيد منذ اللحظة الأولى الذي يأخذ القرار بها بأن يقاتل في سبيل الله، قد كتب له الله براءة من النار وألبس، وإذا لبس وتجهز للقتال باه الله به الملائكة وقال: هؤلاء هم عبادي، هؤلاء هم أحبتي. وإذ خرجوا من بيوتهم بكت عليهم البيوت والجدران، وإذا هموا إلى القتال كتبت لهم عبادة 1000 رجل. أما فإذا برزوا إلى أعدائهم وأشرعت الأسنة وفوقت السهام، وتقدم الرجل إلى الرجل حفتهم الملائكة بأجنحتها فيدعون لهم بالثبات والصبر، فينادي منادي الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف. فتكون الطعنة أو الضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف. الطيبة التي خرجت من الجسد الطيب، أبشر أبشر، فقد أعد الله لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. هذه الأرض يا أخوان، هذه الأرض من تقول هذه الكلمات. أما الله عز وجل فيقول:
أنا خليفته في أهله، أنا خليفته في أمه وزوجته وأبنائه، فمن أرضاهم فقد أرضاني، ومن أسخطهم فقد أسخطني، فهنيئا لكم يا عوائل الشهداء. فهل هناك أجمل من أن يكون الله خليفة أبنائكم الشهداء؟ التي كتبها في مصحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل المقاومين في بقاع الأرض، إلى كل المظلومين الجائعين للنصر، إن كنتم تقرؤون رسالتي هذه فأنا أنظر إليكم وأشعر بكم وأبتسم. فهذا هو عام السابع يبدأ، وأنا أكتب إليكم من تحت الأرض. لم أيأس، فإرادتي وقناعتي بالنصر ستبقيني 10 سنوات أخرى في نهج المقاومة. فلا تيأسوا ولا تبكوا من الخيانة والوحدة، فها أنا لوحدي، لكنني سعيد لأنني سأرحل حراً عزيزاً. فاصبروا وصابروا واعلموا أن الله معكم دائماً وأبداً. واصبروا واعلموا أن الله معكم دائماً وأبداً. والسلام. لقد أتيتكم بتذكاران اليوم. تذكار هو قرآن والد لقد عاش معه 10 سنوات، نفس الأغنية، لكنه بقي صامد وموجود. وتذكار آخر هي قميص والدي، ذلك القميص الذي أخرجناه من باطن الأرض، هذا القميص الذي أصيب به والدي في اجتياح 40 يوم. لقد بقي 11 عاما حتى أخرجناه قبل 10 أيام. لم يتبقى لنا إلا تذكاران، قميص إصابة وقرآن ووصية. فهنيئا لشهدائنا، وهنيئا لأسرهم، وهنيئا لبيت لحم بهذا التاريخ وهذه الأرض. وفي النهاية أقول كما قال والدي: حملت شعار ثورتنا وعاصفتي، وهتفت فداك روحي يا منظمتي، أنا جمل المحامل ثورة اللهب، فلسطيني أنا، والفتح أم لثورتي، سأقتحم الجسور وسوف أعبرها، وأعلن فوق سور القدس معركتي. حذاري حذاري من لدى ناري وعاصفتي. والسلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الجميع الحضور الجالسين الوقوف وصوب النظر ما بين الكنيسة والمسجد لنقول: وأنت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بهذه الهامات هذه السواعد سيتم إنزال صورة سيادة الرئيس محمود عباس ما بين المسجد والكنيسة لنقول مرة ومرات بايعنا. يا رسول الله محمود عباس.
كل شهداء بيت لحم وشهداء فلسطين والقدس وغزة والشتات من خلال هذه الثلة من الشهداء القادة الذين رسموا صورة السيد المسيح مرة أخرى هنا في ساحات بيت لحم، وهنا جسدوا التضحية والوحدة والأمل والنصر. فالرحمة للشهداء والتحية للأسرى والعودة للمبعدين واللاجئين والشفاء للجرحى. نحن أيها الإخوة والأخوات نقف اليوم في حضرة الشهداء من أجل أن نحيي فينا الأمل حتى نبقى سائرين على درب الحرية والنصر. التحية لكم جميعا باسم قائدكم قائد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التي اختارت الشهداء والأسرى عنوانا للمواجهة والمعركة القادمة مع هذا الاحتلال. كل التحية لكم والنصر لشعبنا والسلام عليكم. وأقول للجميع يا ناصر مرزوق أنت لم تكسر والفلسطيني لن يكسر، رغم الوهن ورغم الضعف في بعض الأحيان ورغم ما يصيب قضيتنا ورغم ما يصيبنا، فنحن منذ 100 عام لم نكسر، منذ وعد بالفور إلى الآن ونحن على أبواب 100 الأخرى التي سنناضل من أجلها. فهذا الشعب لن يكسر وسيبقى الشعب الأبي القائد حتى ينتصر بإذن الله. وشكرا. الجهاد الإسلامي محمد شحادة، عبد التعامرة، عماد حسين، محمود كامل، عيسى مرزوق، صالح زواهر، وقائد كتائب شهداء الأقصى أحمد خليل سالم البلبول. الشهداء عرفوا بعملهم المقاوم وانخراطهم في المجتمع وتلمس معاناة أبنائه. الشهيد محمد شحادة انضم إلى صفوف حركة فتح عام 1980 ثم اعتقل ليحكم عليه بالسجن 25 عاما، ولكن بعد إطلاق سراحه في صفقة تبادل عام 1985 عاد إلى العمل المقاوم ضمن صفوف الجهاد الإسلامي وأصبح أحد قياداتها، وكان مسؤولا عن عدد من العمليات البطولية ضد الاحتلال ومستوطنيه. بقي مطاردا 14 عاما ونجا من عدة محاولات اغتيال قبل استشهاده. الشهيد عماد الكامل اعتقل عدة مرات بتهمة الانتماء لحركة الجهاد وهو أحد المقربين من الشهيد شحادة. الشهيد عيسى مرزوق عمل مراسلا سابقا لقناة المنار الفضائية، لكن ظروف المطاردة حالت دون استمراره في مهنته ونجح في الحصول على عضوية انتخابات بلدية بيت لحم. لأننا هنا في هاي الأرض ولدنا ونحن لا ننتمي إلا إلى فلسطين أولا، إلى فلسطين أولا. الشهيد أحمد البلبول قائد كتائب شهداء الأقصى ببيت لحم ورفيق الشهيد محمد شحادة اعتقل إداريا عدة مرات وطاردته قوات الاحتلال منذ انطلاق انتفاضة الأقصى واتهمته بتهريب الأسلحة للمقاومة عبر البحر الميت. العظماء لا يرحلون بل يخلدهم التاريخ. أولويتنا إزالة الاحتلال، أولويتنا أن تعود اللحمة للشارع الفلسطينية. شكرا لكم جميعا، شكرا لعوائل الشهداء.
شكرا لكل القائمين على هذا الحفل وعلى هذه إحياء هذه الذكرى.